السلام عليكم ورحمة الله اعزائي طلبة الصف الثاني الاعدادي هنحل مع بعض ان شاء الله امتحان محافظة الدقهلية للترم الاول يا ريت قبل ما ابدأ الحل ما الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اول سؤال عندي listen and choose the correct answer استمع واختار الاجابة الصحيحة نحاول نسمع كويس ونختار الاجابة الصح the Egyptian handball team are heroes they won the handball Africa cup of nations in 2020 The final match was against Tunisia. Our team scored twenty seven goals. The Egyptian handball team are heroes. They won the Handball Africa Cup of Nations in twenty twenty. The final match was against Tunisia. Our team scored twenty seven goals. The handball team are heroes Farip, Kurateliad, Bukun Egyptian. المصري الفريق المصري they won the handful cup of nations in 2020 هم فازوا بكأس ال... كأس أمم إف إيه في عام 2020 كأس الأمم الأفريقية Africa Cup of Nations the final match was against المباراة النهائية كانت ضد مين تونس Tunis. our team scored فرقنا أحرز كم هدف 27 goals يعني سبعة وعشرين هدف بعد كده complete the following dialogue أكمل الحوار الآتي تالا أسكس نادين about her who can be a hero تالا بتسأل نادين عن مين ممكن يكون بطل أو قدوة يعني نموذج كويس تالا بتقول لها who do you think can be a hero من تعتقد يمكن أن يكون بطل نادين قالت لها in my opinion nurses can be heroes من رأيي أن الممرضات هم إيه الأبطال What do you mean؟ ماذا تعني؟ نادين بتقولها لها حاجة وبعدين they do something very useful هم بيعملوا شيء مفيد جدا they help the injured بيساعدوا المصابين and they help people to recover والناس المرضى علشان يتعافوا do you agree with me هل تتفقي معي يبقى هنا لما تقول لها what do you mean ماذا تعني هتقول لها I mean أنا أقصد أنا أعني إن هما they do something very useful بيعملوا حاجة مفيدة do you agree with me هل تتفقي معي هتقول لها yes إيه I إيه yes I do أو yes I agree with you الاتنين صح yes I agree with you أو yes I do أيوة أنا بتفق معك وانا نكتب with you agree with you سألت سؤال ونادين أنت لا I think it's a very difficult job اعتقد ان هي وظيفه صعبه جدا يبقى ايه رأيك في وظيفه الممرضه يبقى what do you think, what do you think of the nurse job قالت لا I think it's a very difficult job وظيفة صعبة جدا تلا سألت سؤال من دينا قالت لا because they sometimes work at night لأنهم أحيانا بيعملوا في الليل يبقى السؤال هنا ليه تعتقد إن هي صعبة يبقى why why do you think it is difficult why do you think it's difficult why they think it's difficult؟ قالت لها لأن بيعملوا بالليل what should we do for them؟ ماذا يجب أن نقدم لهم؟ we should encourage them أو we should support them يجب إن إحنا ندعمهم we should support ندعم support أو ممكن نكتب encourage يعني نشجع support أو encourage وبعد كده أكتب إيه them. ندعمهم أو نشجعهم بعد كده سؤال القطعة Egypt is a great country in the world مصر دولة رائعة في العالم أو دولة عظيمة it has a wonderful place in Africa لها مكانة رائعة في قارة أفريقيا يعني الموقع بتاعها مميز Cairo is the capital of Egypt القاهرة هي عاصمة مصر The main language is Arabic اللغة الأساسية أو الرسمية بتكون العربية ، the weather in Egypt is fine all the year ، الطقس في مصر بيكون رائع طوال العام ، many tourists come from all over the world to enjoy it ، العديد من السياح يأتوا من كل أنحاء العالم لكي يستمتعوا بالايه ، بالطقس ده they enjoy its ancient places بيستمتعوا بأماكنها القديمة يبقى اتس دي عايدة على ايه ؟ على مصر أماكنها القديمة تاريخية such as the Egyptian Museum زي المتحف المصري the pyramids الأهرامات they can also visit Luxor and Aswan كمان يمكنهم إن هما يزوروا الأقصر وأسوان to see Luxor temples and, and the high dam in Aswan علشان يشوفوا uh, معابد الأقصر والسد العالي في أسوان they can also visit Hurghada to enjoy diving and watching the wonderful views underwater in the red sea يمكنهم ايضا ان يزوروا الغردقه لكي يستمتعوا بالغوص ومشاهده المناظر الرائعه تحت الماء المياه في البحر الاحمر red sea اللي هو البحر الاحمر they can buy souvenirs for their friends and relatives يمكنهم ان يشتروا الهدايا التذكاريه لاصدقائهم وأقاربهم tourists can have the famous Egyptian delicious food like kosheri and falafel. السياح يمكنهم أن يتناولوا الأكلات المصرية اللذيذة مثل الكشري والفلافل. Tourists visit her to enjoy. السياح بيزوروا الغردقة لكي يستمتعوا بالإيه؟ يستمتعوا بالغوص diving. Enjoy diving. The Egyptian food is الطعام المصري بيكون delicious يعني لذيذ. Egypt is Egypt located in مصر تقع فين؟ ان في قاره افريقيا. Give a suitable title for the passage هو مناسب للفقره. Egypt is a great country يعني مصر دوله رائعه او عظيمه. Egypt is a great country او ممكن نكتب ايه السياح بيحبوا يزوروا مصر يبقى tourists like Like to visit Egypt tourists like to visit Egypt كده وكده يعني Egypt is a great country مصر دولة رائعة أو tourists like to visit Egypt why do you think tourists like to visit Egypt ليه السياح بيحبوا يزوروا مصر علشان يستمتعوا بالطقس الرائع أو المعتدل يبقى to enjoy the fine weather وطبعا ممكن في اجابات كتير في القطعه ان هم ايه enjoy its ancient places علشان يستمتعوا بالاماكن الرائعه زي ايه الاماكن القديمه زي such as the egyptian museum زي المتحف المصري والاهرامات وكمان عشان يزوروا الاقصر واسوان we enjoy diving in hurghada دي الاجابه كامله لو عايزين نكتب الاجابه كامله يفضل هنكتب ايه to enjoy الاجابه من القطعه نحاول نلخص واحنا بنكتب الاجابه يعني ما كل اللي موجود في النص هنكتب يبقى to enjoy its ancient places such as the egyptian museum and pyramids uh, they can also visit luxor and aswan and they can uh, enjoy diving ان ايه ان دي الاجابه ليه هما بيحبوا يزوروا مصر what does the underlined word it refers to هي المفروض ريفير لان ده بجيب بعد الفعل في المصدر كي. كلمه ات عايده على ايه طبعا بيقول يستمتع باماكنها التاريخيه بيستمتعوا باماكنها التاريخيه بياتوا من كل انحاء العالم لزياره مصر ليستمتعوا باماكنها التاريخيه اماكنها اتس دي عايده على مين عايدة على مصر يبقى it refers to ايه it refers to Egypt شو the correct answer اختار الإجابة الصحيحة أسامة voluntary work in a children's hospital أسامة العمل تطوعي في مستشفى أطفال يبقى أسامة أسامة مفرد يبقى أختار مدرع بسيط يبقى does does voluntary work يعني بيعمل عمل تطوعي وإنا أسامة مفرد فهختار ايه does the hair growing over the man's mouth is called a الشعر اللي بينمو فوق فم الرجل بيسمى ايه ماوستاش يعني شارب مستاش is a kind of computer نوع من الكمبيوتر يبقى ايه laptop The rings ring is when the lesson starts and finishes بيرن أو بيضرب لما الحصة تبدأ أو تنتهي يبقى ده الإيه؟ البل الجرس playing chess is one of my favorite لعب الشطرنج هو أحد إيه؟ أحد هواياتي hobbies this tail is long tail يعني إيه؟ زيل بيكون طويل زيل القطة بيكون طويل اللي إحنا عايزينها هنا ملكية طيب هنا كات عندي مفرد يبقى أضيف لها فيه إس ليه عرفنا إن هي كات مفرد؟ لأن اس بيكون يبقى هو ده إيه؟ واحد مازن play well yesterday مازن طبعا هنا يستردي من علامات الماضي البسيط هنا عايزة من فيها يبقى لم يلعب جيدا بالأمس إحنا بنين في الماضي البسيط بكلمة didn't وباجي بعدها المصدر didn't play well لم يلعب جيدا is a tropical forest with lots of plants and trees. غابة بيكون غابة استوائية فيها الكثير من النباتات والأشجار. يبقى دي اسمها إيه؟ Jungle يعني غابة بتكون فيها أشجار كثيفة. The ship sank as there were people on it. السفينة غرقت لأن كان كان يوجد ناس إيه عليها؟ كثير من الناس. طيب people اسم جمع يعد يبقى أقول إيه؟ too many people too many people gymnastics الجنباز. لعبه الجمباز لعبه الجمباز an athletic sport بتكون رياضه رائعه او شيقه طبعا هي تعمل معاملة المفرد لان هي رياضه واحده فبقول ايه is gymnastics is بعد كده ريد اند كوركت اقرا وصحح she's ايه a nice program now هي تشاهد برنامج رائع الان ناو من علامات المضارع المستمر يعني حدث بيحدث الان طيب عندي از يبقى بضيف لكلمه واتش اي ان جي تبقى واتشينج she's از واتشينج ان program بروجرام واتشينج uh, fast food فاست فود اتس ان هيلثي هي المفروض طبعا لا تاكل طعام سريع ده غير صحي هنا النهي عندي بنفي بحاجه اسمها ايه دونت يبقى don't don't eat fast food لما اقول لحد ما تعملش كده يبقى don't go don't do يعني ببدا بكلمه ايه don't it's not my car هذه ليست سيارتي is new المفروض سيارتي انا بتكون جديده مش هكتب my car تاني بدل ما اكتب my car هكتب مكانها ضمير ملكيه طب ضمير الملكيه اللي معناه ملكي بتاعتي انا بتكون جديده اكتبه ازاي هكتب mine mine is new mine هنا معناه ملكي او بتاعتي انا They never walks to school هما لا يمشوا للمدرسة طبعا هنا never يعني مش بتغير الفعل اللي بعد الايه بعدها بنروح نشوف الفعل اللي عندي لو فعل مفرد بنسيب الاس موجودة طب لو فعل جمع بنكتب الفعل من غير اي حاجة فيه يبقى they never walk to school ده كده كان حل امتحان محافظة الدقاه. ليه اتمنى تكونوا استفدتوا معايا لو في اي اسئلة ياريت تكتبوها في الكومنتس وما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باي